القروض الشخصية تعتبر من أكثر المنتجات البنكية اللي عليها إقبال من المواطنين في البنوك المصرية، وده لأن النوع ده من القروض بيكون مفيد جداً لناس كتير، لأن معظم اللي بيقدم على قرض بيكون محتاج سيولة في إيده، هو مش عايز عربية أو شقة أو أي حاجة تانية، هو بيكون بس محتاج فلوس يستخدمها في حاجة خاصة بيه. وعلشان كده شفنا البنوك عملت أنواع كتيرة جداً من القروض الشخصية بشروط سهلة وبسيطة، ده غير إنها عملت قروض شخصية لأصحاب المعاشات. فلو أنت صاحب معاش، هل ينفع تاخد قرض ولا لأ؟ أنا ماريا مجدي ويلا بينا نشوف. بنك مصر طرح خدمة بنكية جديدة لأصحاب المعاشات اللي بتكون أقل من 500 جنيه في الشهر، والخدمة دي هي عبارة عن توفير برنامج تمويل جديد يساعدهم في الحصول على قرض شخصي قيمته ممكن توصل لحد 1,000,000 جنيه. والمنتج ده مش موجود في كل البنوك المصرية، إنما موجود بس في بنك مصر، وزي ما احنا عارفين إن في منافسة قوية جدا بين البنوك وبعضها، علشان كده بنشوف كل بنك بيحاول يقدم أفضل منتج عنده بأحسن وأسهل الشروط. والمنافسة بين البنوك مش بتكون بس في القروض الشخصية أو قروض العربيات أو حتى قروض التمويل العقاري، إنما كمان بتكون في الشهادات والودائع والفوائد اللي بيقدمها البنك، وهنا كل بنك بيحاول يقدم أفضل حاجة عنده للعملاء. وعلشان بنك مصر يتميز عن البنوك التانية بالمنتجات اللي بيقدمها، عمل منتج خاص لأصحاب المعاشات بأنه يساعدهم في الحصول على قرض قيمته ممكن توصل لحد 500,000 جنيه. وبنك مصر حدد بعض الشروط اللي لازم تكون متوفرة في صاحب المعاش علشان يقدر ياخد القرض ده ويستفيد من المزايا اللي عليه، منها مثلا ان قيمة القرض تكون 500 جنيه بحد ادنى ونص مليون جنيه بحد اقصى، وان الفايدة على القرض الشخصي الخاص باصحاب المعاشات توصل لحد 15.5% سنويا، ودي فايدة متناقصة وتبدأ مدة التقسيط من 6 شهور وتوصل لحد 8 سنين. كمان صاحب القرض مش لازم يجيب ضامن، ولازم العميل يقدم طلب للبنك برغبته في الحصول على القرض، ويقدم معاه صورة لبطاقة الرقم القومي وتكون سارية وبيان المعاش المعتمد من جهة التحويل، ويقدم كمان إيصال مرافق حديث، ولازم المعاش يتحول في الآخر على البنك. ودي كلها شروط سهلة وبسيطة ومتاحة يعني لأغلب الناس، والبنك هنا بيكون متعمد إنه يخفف الشروط على الناس، وده علشان يساعدهم في الحصول على القرض ده بشكل سريع وسهل وبسيط وبدون إجراءات معقدة. وهنا أصحاب المعاشات عندهم فرصة كويسة جداً إن هم يستفيدوا من القرض ده، يعني لو حد عايز فلوس يعمل بيها حاجة مهمة ومش معاه المبلغ الكافي ومعاشه يدوب على القد، يقدر إن هو يقدم على قرض أصحاب المعاشات من بنك مصر ويتابع الإجراءات مع موظف البنك لحد ما البنك يوافق له على صرف القرض. وهتفضل البنوك بشكل مستمر وسريع تطور من أنواع المنتجات اللي عندها وتغير منها كل فترة، بحيث إنها تساعد على تلبية جميع احتياجات العملاء، لأن كل عميل في البنك بتكون ليه متطلبات مختلفة عن العميل التاني، والبنك هنا بيحاول إن هو يوازن بين احتياجات العملاء اللي عندهم علشان يقدر يحافظ عليهم ويكون هو صاحب الحصة الأكبر من المتعاملين مع البنوك.